عايزكم يا مصريين دايما تتذكروا ان جيش مصر وشرطة مصر هم اللي حموا البلد دي، وكان وراهم جمهور غفير من الشعب المصري، الشعب الصابر الصامت الذي سطى على مشهده في هذا الوقت مجموعة من المتآمرين على أرض هذا البلد. وأنا لما أقول متآمر أو خاين، أنا لا أقول هذا الكلام على إنسان مختلف في رأي أو موقف، أنا أقول لكل من يستهدف الدولة المصرية في أي زمان أو في أي عصر، لكل من يستهدف مؤسسات الدولة المصرية. أنا النهاردة لما بدافع عن وطني أنا بدافع عن شرفي وعن عرضي، أنا لما بدافع عن جيشي وعن شرطتي ده دفاع مرتبط بعقيدتي الوطنية، لأن هم دول سند الوطن وأعمدة الوطن اللي بيحرسوك اللي بيحموك اللي بيدافعوا عنك اللي بيديروا الأزمات بشكل صحيح اللي في وقت الجد هو اللي بيشيلك. تعال شوف بعد 18 بعد 25 يناير الجيش كان بياخد بطيارات الهليكوبتر أموال في شكاير عشان يوصلها للبنوك عشان تصرف مرتبك، كان بياخد أطباء ودكاترة ويوديهم مستشفيات بالطيارات، كان بياخد مواد تموينية ويطلعوا بيها. اسألوا الإمداد والتموين في الفترة دي، اسألوا الهيئات المعنية اللي كانت بتبني ما يهدم، اسألوا رجال الشرطة وهم كان عندهم جرح غائر في النفوس ومع ذلك كانوا يخرجون في ظل فوضى وفي ظل هذه الأزمات عشان يحميك ويحمي أسرتك ويحمي بيتك. شفتوا الشباب اللي بيجري في مطار كابول؟ شفتوا اللي بيتعلقوا بالطيارات فتقذب بهم الطيارات من فوق فينزلوا موتى وسرعة؟ شفت الخوف اللي في الوجوه؟ ما معناه؟ خوف من المستقبل، خوف من الفوضى. هنا في مصر عندك جيش قوي، جيش وطني بيحميك وبيحقق أهدافك وبيشيل عنك هم أنت ممكن تضيع فيه. ما تجيش بقى في لحظة من اللحظات ولا حد يحرضك ولا حد يستغل حاجة معينة وتبتدي الهري على رأي الرئيس السيسي في وسائل التواصل الاجتماعي، الحقوا كذا، خدوا كذا، عملوا كذا، سابونا كذا، ودونا في كذا، ما خدوش القرار الكذا، كأنك أنت تتربى على الكرسي. لا، من حقك تعبر على رأيك، ولكن في قيادة سياسية أنت انتخبتها وأنت وليتها أمر هذا البلد، في جيش وطني عارف مهامه إيه وبيتكلم إزاي وبيتصدى إزاي وبيقدم شهداء إزاي. أنت اللي قاعد بتهري على الفيسبوك، أنت اللي بتتكلم على تويتر، عرفت ان في 9 ما بين شهداء وبين مصابين كانوا في مهمة هدفها مواجهة ما تبقى من إرهاب في سيناء. الناس دي ليها أسر وليها أولاد وليها زوجات وليها أمهات، لما قدموا أرواحهم ما قدموهاش عشان سعادتك ولا عشان مخطط خارجي، لا، قدموها عشان الوطن وعشان الشعب، الشعب اللي اتظلم كثيرا من نخبته، بعض هذه النخبة التي بتحاول دايما خلط الأوراق وخلط المفاهيم. لو واحد ما خدش منصب يقلب على الدولة، لو واحد ما خدش ميزة تاني يوم تلاقيه من مؤيد بقى كذا، لا، في ثوابت. اختلف مع أي نظام، ما حدش قالك، كلنا بنختلف ونتفق، لكن عمرنا ما نختلف على الوطن، عمرنا ما نختلف على الدولة، لأن احنا نختلف على الدولة هنروح فين؟ هيبقى وضعنا ازاي؟ بلد زي لبنان، بلد فيه كل المميزات اللي انت ممكن تتصورها. النهارده البلد ده بفعل ما يحدث على ارضه وما حدث من نخبته، النهارده بلد يتعرض للموت جوعا، بيتعرض للانهيار. لكل ذلك نعود مجددا ونتحدث دوما وبنقول ان احنا بنعاني من مشاكل، ومحدش يقدر ينكر، اللي بينكر ده يبقى راجل ما بيشوفش حاجة. لا، في مشاكل وفي اوضاع، في ناس تعبانة وفي ظروف اقتصادية صعبة وفي ناس عند حد الكفاف، كل ده موجود. بس تعال شوف، تعال شوف بلد انت حاسس فيها بالامن والاستقرار،
بتيجي الساعة 3 بالليل 4 بالليل، الناس بتحسدنا على أمننا واستقرارنا. النهاردة روح حياة كريمة يمكن من إخواننا اللي في المدن مش حاسين بيه،